أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. تظهر ميليشيا الحوثي سلوكا ممنهجا في تنغيص حياة اليمنيين وتدمير أي فرصة للسعادة والاستقرار. فبدلا من الاحتفال بالأعياد والمناسبات السعيدة، تتعمد الميليشيا استغلال هذه الأوقات لزيادة معاناة الناس وتعميق جراحهم. انتهاكات الميليشيا تزداد يوما بعد يوم، فها هي حملات الاعتقال والتعذيب الممنهجة تستهدف المعارضين وكل من يجرؤ على انتقاد سياستها القمعية من النقابين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو حتى المختلفين معهم في الرأي أو العقيدة، ولو لم يكن لهم دور أو تأثير سياسي. كما تصادر الميليشيا الأملاك الخاصة للمواطنين دون وجه حق، مستخدمة آلة نهب لا تتوقف لتجريد اليمنيين من ممتلكاتهم وثرواتهم وإعادة تشكيل طبقات المجتمع الاقتصادي على أساس الولاء الطائفي. هذا السلوك الوحشي يعكس استخفافا صارخا بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويؤكد الطبيعة الإجرامية لميليشيا الحوثي. فمتى سيحتفل اليمنيون بعيد فطر أو أضحى وليس في سجون مختف قسريا ولا في البيوت أسرة محرومة من الراتب؟ وإلى متى سيستمر هذا الوضع المتردي؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعدها للنقاش. عشية عيد الأضحى شهد اليمن تصاعدا مقلقا في وتيرة انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان، حيث توسعت عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية لتشمل فئات مختلفة من المجتمع اليمني، بمن في ذلك مديرو شركات الأدوية وأتباع الجماعة الأحمدية وموظفون في المكاتب المحلية لمنظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية. دوافع هذه الحملة تتجاوز مجرد القمع السياسي للمعارضين، حيث يشير مراقبون إلى وجود أبعاد متشابكة منها الاقتصادي، فمن خلال استغلال ملف المختطفين والمخفيين قسرا تسعى ميليشيا الحوثي إلى ابتزاز الضحايا وعائلاتهم للحصول على أموال، في حين تستخدم الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الخاضع لسيطرتها كمطية لمصادرة أموال المعتقلين وتعزيز مواردها المالية، إضافة إلى التعامل مع سكان مناطق سيطرتها باعتبارهم رهائن يمكن استخدامهم للضغط على الآخرين كالحكومة الشرعية أو الأمم المتحدة أو أطراف أخرى. المؤسسة القضائية تمارس دورا محوريا في ترسيخ سلطة الحوثيين، حيث يتم توظيفها لإضفاء شرعية زائفة على عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفية وإصدار أحكام بالإعدام ومصادرة أموال لأسباب سياسية. هذا الاستغلال الممنهج للقضاء يساهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب ويقوض أي أمل في تحقيق العدالة والإنصاف في غياب تام للرقابة والمساءلة القانونية واستخدام مفرط للعنف لترويع الضحايا والمجتمع ككل. ميليشيا الحوثي تستخدم وسائل الإعلام التابعة لها لتشويه سمعة المعتقلين والمختفين قسريا وتصويرهم كمجرمين في محاولة لتبرير انتهاكاتها وتعبئة الرأي العام ضد الضحايا، حيث نشرت قبل أيام تسجيلا أظهرت فيه مجموعة من المخفيين قسرا وهم يدلون باعترافات تبدو أنها انتزعت تحت الإكراه. أثارت هذه الخطوة استنكارا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروها دليلا إضافيا على وحشية الميليشيا الحوثية وازدرائها لمفهوم العدالة وانتهاكها المتواصل للقوانين الوطنية والدولية الضامنة لحقوق الإنسان. لا تسمح ميليشيا الحوثي للأوقات السعيدة بمرور الكرام، بل تتعمد تنغيص حياة أكبر قدر ممكن من الضحايا الواقعين في مرمى سلطتها، ابتداء بقطع المرتبات عن موظفي الجهاز الإداري للدولة ومنع الحكومة من تصدير النفط لتعطيل قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية لسكان مناطق سيطرتها، وانتهاء بحملات الاعتقال والتعذيب ومصادرة الأملاك الخاصة عبر آلة نهب لا تتوقف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفنا الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة هنا في الاستوديو، الدكتور محمد الشرجبي المحامي والباحث في القانون الدولي. مساء الخير دكتور محمد، كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. وسيكون معنا الأستاذ فهمي الزبيري مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عبر الأقمار الصناعية. مساء الخير أستاذ فهمي. مساء النور، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. علينا وعليكم المشاهدين الكرام وضيفك الكريم. علينا وعليكم يا رب. وأرحب أيضا بالمحامية هدى صراري ورئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات التي ستكون معنا عبر سكايب. مساء الخير أستاذة هدى وكل عام وأنت بخير. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ من عندك دكتور محمد،
من خلال متابعتك دكتور، لماذا برأيك هذه الشهية المفتوحة عند ميليشيا الحوثي للاعتقالات في الآونة الأخيرة؟ يعني يحدث ذلك في صنعاء وفي ذمار وفي بعض المناطق أيضا. ابتداء حياكم الله. أهلا وسهلا. وتحية خاصة لكم لبرنامجكم الكريم، وأيضا هي موصولة للزملاء المشاركين الكرام. في الحقيقة الحوثيين كلما يعني حاولوا الخروج من طبيعة بالنسبة لهم في 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 التعامل مع الخصوم بعنف وقساوة يعودون لهذا السلوك مرة أخرى. إلا أنه الملاحظ أن الحملة الأخيرة كانت حملة غير مسبوقة وكانت حملة يعني مكثفة وقوية. طبعا أنا من وجهة نظري هم طبعا لم يراعوا مسألة العيد ولم يراعوا حرمات العيد ولم يراعوا الأسر المكلومة حينما تنتزع يعني عائلهم من البيت دون أذن، ولم يراعوا أيضا النساء يعني لا نساء ولا أطفال. هذا كله يعني جانبا. الأمر الذي يعني كثير من المراقبين يعني يتحدثون عنه أن هناك أسباب طبعا لهذه الحملة، ليست مثلا أن الحملة هذه لم تأتي من فراغ أو أنها من صنع اليوم. هي حملة خطط لها طبعا لفترة طويلة، ولكنها نضجت، وهناك عوامل أدت إلى فعلا إلى لجوئهم لهذا الأسلوب. على رأس هذا الموضوع كما يطرح كثير من المتابعين والمراقبين، طبعا هي ردة فعل القرارات الأخيرة التي صدرت تقريبا من بخصوص الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي في عدن. طبعا ما جرى في البحر الأحمر وتداعياته على تضاعف الأسعار في العالم والضغوط الاقتصادية التي حاصرت الحوثي بسبب القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن، كانت لهم ردة فعل. وهذه ردة الفعل هذه تعتقد أنهم سيستخدمون هؤلاء المعتقلين لابتزاز المجتمع الدولي، خاصة أن هناك موظفين يتبعون الأمم المتحدة معتقلين، سيستخدموهم للضغط على المجتمع الدولي لتقديم تنازلات، أو أيضا استخدام المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة في التراجع عن بعض القرارات التي صدرت فيما يخص الجانب الاقتصادي. هذا أحد الجوانب الأساسية نعم لما حصل قبل العيد. نعم إذن أذهب للأستاذ فهمي الزبيري. أستاذ فهمي، يعني كما تابعنا جميعا بدءا من اختطافات موظفين أمميين، موظفي السفارة الأمريكية وبعض المنظمات، أيضا قرارات بالإعدام بالجملة، والآن هناك اختطافات لمدراء شركات دوائية ولمختلفين معهم في الرأي والعقيدة في الحدائق ذمار أيضا. ما هي آخر المستجدات لديكم؟ نعم طبعا هو ليس غريبا على ميليشيا الحوثي هذه الانتهاكات، ولم تمارس فقط في الأعياد وفي المناسبات سواء الدينية أو الوطنية، هي تمارس بشكل واصل متواصل وممنهج، لم تتوقف يوما هذه الانتهاكات منذ 10 سنوات. عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختطافات ومداهمة المنازل والاعتداء على النساء وعلى العاملين في المنظمات الإنسانية والمنظمات الإغاثية، كل هذه الانتهاكات، أيضا مصادرة أو نهب الممتلكات العامة والخاصة، وليس آخرها الشركتين الدوائيتين، الشركة الدوائية والشركة العالمية واختطاف الموظفين فيها. هناك عملية ممنهجة لضرب الاقتصاد الوطني، لأن هذه الميليشيات تقوم بإنشاء قطاع خاص موازي من أجل، طبعا تقوم بالتضييق والاعتداءات على القطاع الخاص من أجل إحلال يعني شركاتها وقطاعها الخاص، من أجل يعني هي تعتقد بأنها بهذه الممارسات ستستطيع أن تفرض معتقداتها وأفكارها على اليمنيين، التي فشلت على مدى 10 سنوات من فرض هذه المعتقدات. طبعا تأتي هذه الانتهاك وتتواصل بعد ارتفاع الغضب الشديد والغضب الشعبي الواسع ضد هذه الميليشيات، إضافة إلى ما تفضل به الضيف الكريم من القرارات الأخيرة للبنك المركزي وقرارات الحكومة أيضا في نقل المنظمات الدولية والأممية يعني دعوتها ومطالبتها إلى الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا بعض المؤسسات الإيرادية.
هذه طبعا يعني أصابت هذه الميليشيا بالجنون، يعني أزعجتها بدرجة كبيرة، ولذلك لجأت إلى هذه الانتهاكات وإلى القيام بالاعتداء واختطاف هؤلاء. طبعا هؤلاء أيضا الموظفين الأمميين والموظفين في السفارات هم يعملون منذ عقود في هذه السفارات وفي هذه المنظمات، وعلى مرأى ومسمع هناك أعراف دبلوماسية، هناك يعني بروتوكولات معروفة، وهم يعملون تحت سمع ونظر الدولة ويعملون في هذه السفارات وفي هذه المنظمات، لكنها اليوم هي تريد إشغال الرأي العام. هذه الميليشيات بعد أن يعني نهبت أموال اليمنيين، الناس تسع سنوات وهم بدون مرتبات، وصلت حالة الناس إلى درجة لا تطاق من الجوع والفقر، لذلك هي تلجأ في بعض الأحيان إلى لفت الأنظار من خلال مثل إثارة مثل هذه المشكلات ومثل هذه الانتهاكات من أجل أن يصرفوا الأنظار حتى لا يطالب، لأنه عندما يبدأ الناس يطالبون بمرتباتهم، بحقوقهم الأساسية، بالخدمات الأساسية الأصلية التي لا مناص منها، أشياء يعني ضروريات للحياة، تلجأ هذه الميليشيات إلى عملية القمع المجتمعي من خلال الاعتداء على فئة معينة وعملية اختطافات وإظهار فيديوهات. نعم، لإثارة الرعب والخوف في المجتمع. نعم نعم، إذا سأعود إليك، ولكن أستاذة هدى مرحبا بك مرة أخرى. تابعنا جميعا ما حصل للموظفين في المنظمات الدولية وموظفي السفارة الأمريكية. برأيك هل توجد أي تحركات دولية أو منظمات تسعى للتدخل للإفراج عن هؤلاء، خاصة وأن أهاليهم لا يعلمون عنهم شيئا ولا يتيح لهم حتى فرصة السؤال عنهم؟ إذا كل اليمنيين بالداخل والخارج بعيد الفطر فرحة منصوفة بسبب اختطاف واعتقال العشرات من الموظفين المنتقدة وما يحدث في اليمن مؤسسات إنسانية. ما جرى في الأيام القليلة من حمل الشعار من قبل الميليشيا الحوثي باعتقال العديد من موظفين الأمم المتحدة وكذلك أيضا موظفي الشركات الدوائية والانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين، ما هي إلا ردة فعل ولقد كنا نقص الحكومة الشرعية ونقص المجتمع الدولي بالخط المبعوثين الأممي والأمريكي بأن يكون هناك حزمة من الإجراءات تجاه الحوثيين لأنها أمعنت في ارتكاب هذه الجرائم، ولطالما كنا نناجي بنص المكاتب والمنظمات الدولية. نحن نلاحظ أنه حينما أصدر البنك المركزي قراراته لم تحدث هذه الانتهاكات، ولكن مسألة نقل مكاتب المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن هذا الإجراء هو من أصاب بشكل كبير الحوثيين في شعار الاعتقالات. لطالما الأمم المتحدة ومنظماتها قدمت الحوثيين بشكل أو بآخر من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية وبرامج الأمم المتحدة التي كانت تنفذ في صنعاء، كان يستفيد الحوثيين في دعم المجهود الحربي في جبهاته، ولكن مسألة نقل مكاتب الأمم المتحدة إلى العاصمة عدن هي من فعلا أحدثت هذا الإغاثة لدى جماعة الحوثيين وقامت بارتكاب هذه الاختطافات والاعتقالات لموظفي الامم المتحده. مساله التحركات يعني هل من باب الضغط على المنظمات للبقاء في صنعاء؟ هل هذا ما تقصدينه؟ كانت تخدم الميليشيات بشكل كبير، كل موارد البرامج الاغاثيه من منظمات الامم المتحده وبرامج دعم المانعين اليمن كانت تذهب لمناطق سيطرة الحوثيين، لأن هناك هيئة لدى الحوثيين هي من تقوم باستيعاب هذه البرامج والمشاريع الإغاثية والمساعدات الإغاثية والإنسانية، وكانت تذهب لأيدي الحوثيين وكبار مسؤوليهم في دعم المجهود الحربي ودعم الجبهات ودعم الأعمال التي يقوم بها الحوثيين. وللأسف كنا حين نلتقي بالجانب الأمريكي وبالجانب الأوروبي نقول لهم هذا الكلام، ولكن حينما ضربت مصالح أمريكا في البحر الأحمر قامت بالتحرك تجاه الحوثيين، ونحن نتمنى أن تكون هناك مساعي وتحركات أكثر من هذه، أنه يتم رفع تصنيف ميليشيا الحوثي
لمنظمة إرهابية، ومسألة أيضا تجفيف منابعها الاقتصادية والموارد، وأيضا مسألة إمدادها بالسلاح. البيانات التي صدرت من المنظمات التي يعمل بها الموظفين اليمنيين في صنعاء، ايضا البيانات التي صدرت من السفارات، السفاره الامريكيه وسفاره نعم. الاتحاد الاوروبي، هي مبدئيا جيده ولكنها لا تكفي. نحن نعلم ان ميليشيا الحوثي لا تردعه اي بيانات ولا يردعه اي يعني مناشدات دوليه لكن حتى أستاذة هدى، محليه. يعني إذا ما أخذنا الأمر بهذا الشكل، ألا تعتقدين بأنه حين يقوم باختطاف موظفي هذه المنظمات بأنه سيقوم فعليا بتهريب هذه المنظمات من العمل لديه؟ من سيأمن على موظفيه أو على نفسه بالبقاء في صنعاء بعدما يقوم به، بعدما قامت به الميليشيا؟ بالطبع نحن يعني ميليشيا الحوثي ترى كل اليمنيين وكل العاملين في المنظمات الدوليه هم رهائن لديها. هي لا تقيم انسانيا اي انسان يمني ولا تعيه انتباه. مساله الاختطافات والاعتقالات هي فقط للضغط على مكاتب على المنظمات الدوليه في صنعاء، وكذلك للضغط على الحكومه الشرعيه وايضا التحالف من اجل يعني فعل مزيد من التنازلات، خاصة وأن هناك الحديث عن خطة سلام. هذه الخطة حاليا هي متعثرة بسبب ما يحدث في البحر الأحمر، وبالتالي الاختطافات التي تحدث، الانتهاكات، المحاكمات الغير شرعية غير قانونية، القسم خارج إطار القانون بدعوى الإرهاب أو بدعوى التخابر أو بدعوى أي كان ما تقوله ميليشيا الحوثي، هي فقط للضغط على الشرعية والضغط على المجتمع الدولي من أجل تقديم مزيد من التنازلات. هم اليمنيين عبارة عن رهائن في مناطق سيطرة، أثناء موظفين دوليين أو حتى شركات اقتصادية واستثمارية وتجار ورجال مال وعمل، هم فقط عبارة عن يعني ابتزاز، يتم ابتزاز المجتمع الدولي وابتزاز الشرعية حتى تقدم المزيد من التنازلات، خاصة وأن الآن هم في محنة حقيقية بسبب مطالبة الكثير من الموظفين والكثير من المواطنين في مناطق سيطرتهم بالرواتب، وهم لا يستطيعون دفع الرواتب حاليا، خاصة وأن هناك كان يعني ينشأ في بعض الإعلام أنه سوف يتم التشقيق على خارطة سلام وسوف يتم دفع الرواتب والسجين سوف يقومون بدفع الرواتب، لكن حاليا ما يقومون به هو فعلا لابتزاز التحالف من اجل ايضا تقديم التنازلات ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم. كل هذه الاجراءات والانتهاكات والجرائم الجسيمه التي تتم داخل مناطق سيطره الحوثيين هي فقط من اجل التخفيف من حده مواجهه المواطنين في مناطق سيطرتهم، وايضا تخفيف الاحراجات التي يقابلونها من خلال المطالب، الخدمات، الرواتب، الافراج عن المعتقلين، ايضا مساله اجراءات البنك المركزي التي حدثت مؤخرا واحدثت ازمه اقتصاديه للحوثيين، مساله ايضا نقل مكاتب المنظمات الدوليه الى العاصمه عدن، اجراءات وزاره الاتصالات والمواصلات، العديد من الاجراءات التي فعلا هي حرب اقتصاديه ضد الحوثيين، وبالتالي هم ردوا فعليا على هذه الاجراءات باختطاف العشرات من الموظفين لابتزاز الشرع في المجتمع الدولي وايضا التحالف. نعم، لو تسألنا دكتور محمد، يعني في القانون الدولي ما هو توصيف ما تقوم به الميليشيا في مناطق سيطرتها؟ طبعا بالرجوع للقانون الدولي، ما تقوم به جماعة الحوثي يعد انتهاك طبعا صارخ للقانون والعرف الوطني والدولي، خاصة إذا ما كان الأمر أيضا يتعلق بموظفي أمميين ومنظمات دولية. طبعا التوصيف القانوني لهذا العمل هو طبعا يعد إخفاء قسري، هم يستخدمون عقوبة الإخفاء القسري في مواجهة هؤلاء الموظفين، فيضعونهم في أماكن لا يعلم مكانهم، وأيضا لا يعترفون أيضا بأنهم مخفيين، وأيضا لا يتيحون لهم الفرصة للتواصل مع عوائلهم، وبالتالي حتى أنهم يشعرون، يعني أنا أتواصل مع بعض العائلات التي تم اختطاف ذويها في الفترة السابقة، يشعرون الأهالي بأن ابنكم عليه جريمة عظمى. نعم. لا تسألوا وإلا يعني تلامون. نعم. بنفس تأخذون. نعم. بنفس. نعم. الملامة. يعني ترهيب، يعني أنا قلق على الذي في الداخل، تقوم تخيفني على اللي يعني لا يكفي أنه أن العائل يعني معتقل ويمارس عليه ضغوط وربما تعذيب،
ايضا يمارسوا التعذيب المعنوي على العائله والاسره حتى فعلا يعني، وهذه اساليب يعني وحشيه حقيقه تستخدم من اجل الضغط ايضا على المعتقل لديهم لانتزاع اعترافات واقرارات واقوال خاطئه وغير صحيحه، وهذا ما حصل فعلا على وما يعني للموظفين المعتقلين خلال هذه الفتره بخصوص الاعترافات التي اعتبروها انها نصر كبير بالنسبه لهم، وانهم اكتشفوا يعني ما لم يكتشفه السابقين، وانها فعلا كانت هناك تجسس. وان طيب حتى الفتره التي خرجت فيها هذه الفيديوهات هي في نفس الفتره التي اعتقلوا فيها موظفين امميين ليقولوا لنا رايتم يعني نحن لم نعم هؤلاء هؤلاء هباء هؤلاء خطيرين، هؤلاء يعملون ضد الوطن، هؤلاء خونة، هؤلاء طبعا هذه التهم الجاهزة هي قوالب يستخدمونها للضغط على هؤلاء المعتقلين. وبالتالي كما طرحت أنه هذا الأسلوب السائد للحوثي مدان بالقوانين المحلية ومدان بالقوانين الدولية، والقانون الدولي أيضا يحاسبهم كسلطة أمر واقع، لن يكونوا بمنأى إطلاقا عن الحساب يوما ما إن شاء الله. نعم بإذن تعالى. نعم. إذن لو تسألنا أستاذ فهمي، ما هي الخطوات التي من خلالها تتمكنون من توثيق حالات الاختطافات والانتهاكات؟ هل تستطيعون ذلك في أماكن سيطرة ميليشيا الحوثي؟ نعم، في الوقت الراهن نظرا للخطورة الشديدة وللقبضة الأمنية التي تمارسها ميليشيا الحوثي وغياب المنظمات بشكل كبير داخل مناطق سيطرتها، لأنه لا يوجد أي نشاط حقوقي اليوم داخل مناطق سيطرتها، لكن يتم هناك الرصد الأولي، هناك عملية رصد أولية لهذه الانتهاكات المتواصلة، وهي انتهاكات تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اليوم يتم عملية مداهمة المنازل، وهذه جريمة في القانون اليمني وفي القوانين الدولية، الحق في خصوصية الآخرين المواطنين. أيضا يتم إخفاءهم قسريا على فترات طويلة بعيدا عن إجراءات التقاضي العادلة، لا توجد أي محاكمات عادلة. اليوم يعني ما قامت به هذه الميليشيات، أخذت هؤلاء، داهمت منازلهم واختطفتهم من بين أولادهم بعد ترويعهم وبعد يعني عملية التخويف والإرهاب التي مورست في منازلهم، وإخفاءهم لفترات طويلة بعيدا عن، حتى برغم أنهم يستخدمون القضاء للبطش ولتصفية الحسابات مع الخصوم، إلا أن هؤلاء لم يتم إخضاعهم حتى لعملية المحاكمة، تم فقط عملية استخباراتية ويعني إحضارهم أمام عدسات الكاميرات من أجل التأثير، يعني لأنه جميع من تم محاكمتهم خلال الفترة السابقة يتم يعني بداية إخفائهم وتعذيبهم، ثم بعد سنوات يقومون بعملية صورية بعملية محاكمات بعد أن يكون هناك قد كانت عملية تأثير كبيرة على القضاء، وعلى يعني بالرغم كما قلت لك أنهم يمارسون أيضا الانتهاكات ضد المؤسسات القضائية، لا توجد يعني حتى المحاكمات العادلة لا توجد، لكن حتى هؤلاء يعني الذي الحمل الذين اختطفتهم بحجة أنهم جواسيس مع السفارات ومع المنظمات الدولية، يعني لم يتم إخضاعهم إلى أي محاكمات حتى ولو صورية، وهذا يكشف بجلاء الانتهاكات الخطيرة التي تمارس ضدهم، ولأنهم طبعا يتم إجبارهم ويعني بالقوة على الإدلاء بإفادات وأقوال يعني رغما عنهم بالإكراه، وهذه يعني غير معمول بها بحسب القوانين سواء الدولية أو القوانين المحلية، ويعني ليست العملية الأولى كما قلت، ليست المرة الأولى، شاهدنا خلال فترة سابقة من حكم عليهم بالإعدام ثم بعد ذلك يتم مبادلتهم بأسرى حرب، يعني بأسرى حرب من عناصر الحوثي، يعني أيضا هناك من تم الإفراج عنهم وما يزالون حتى اللحظة يحاكمونهم من أجل نهب أموالهم، يعني حتى بعض الذين تم الإفراج عنهم تم محاكمتهم بعضهم توفي منذ 3 سنوات
ويتم محاكمته. كل هذه يعني لأنه يعني هم جاءوا من أجل النهب، عملية النهب والسطو على أموال الناس، ولذلك هذا هو يعني هدف رئيسي بالنسبة لهم. نعم نعم. إذن أنتم يعني حقوق الإنسان في الشرعية، ما هي الإجراءات التي يمكن لكم اتخاذها حيال ذلك؟ طبعا يتم عملية الرصد كما قلت لك، وعملية توثيق أولي لهذه الانتهاكات، ويتم رصدها وتوثيقها، وأيضا التواصل مع المنظمات الدولية والجهات الحقوقية لكشف هذه الانتهاكات للرأي العام المحلي الدولي، وأيضا الرأي العام المحلي، من أجل يعني أن يعرف الجميع مدى الانتهاكات ومدى يعني ما تقوم به الجرائم التي تقوم به هذه الميليشيات، التي اليوم هذه المنظمات كما تحدثت الأستاذة هدى على مدى 10 سنوات، وهي يعني تقوم بابتزاز هذه المنظمات، فرضوا حتى الموظفين، موظفين من عناصر الحوثي، تم التلاعب والعبث بكشوفات المستفيدين، تم نهب المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية والدوائية أيضا، يعني تم الكشف عن يعني عن أدوية وعن مواد وعن كلور وعن أشياء كثيرة كان يتم بيعها في الأسواق، تم الكشف عن مواد غذائية كانت تؤخذ إلى جبهات القتال، عملية عبث واسعة في الملف الإنساني وفي المنظمات الدولية تحديدا. وكما تحدثت المنسقة الإنسانية السابقة التي غادرت اليمن بعد مغادرتها ليزا غاندي، تحدثت بكل وضوح بعد أن غادرت اليمن، قالت بأن سبب بقاء الحوثي هو دعم المنظمات الدولية والأممية. اليوم هناك يعني على مدى السنوات مليارات الدولارات يعني كانت تتدفق إلى مناطق سيطرة الحوثي، إلى البنك المركزي التابع لمناطق سيطرة الحوثي. هذه العملة الصعبة التي تتوفر بشكل كبير يتم التلاعب بها من قبل ميليشيا الحوثي. اليوم يقولون بأن سعر الصرف 500، اليوم العملة الصعبة هي متوفرة بشكل كبير، المفروض بأنها 200 ريال فقط، بينما لا يذهب إلى البنك المركزي في عدن أو إلى مناطق الشرعية أي عملة صعبة، سوى ما يأتي من مناطق سيطرة الحوثي، لأن الكنترول والتحكم في هذه المنظمات في مناطق سيطرة الحوثي وفي صنعاء. أيضا لا يوجد أي مخزون استراتيجي في مناطق سيطرة الحوثي، كل المخزون الاستراتيجي موجود في مناطق سيطرة الحوثي. ولذلك كما يعني عندما قررت الحكومة وعندما ضغطت من أجل نقل هذه المنظمات الدولية والإغاثية إلى العاصمة المؤقتة عدن، يعني حدث ما حدث من قبل هذه الميليشيات. نعم إذا بذهب إليك أستاذة هدى، برأيك لماذا لم يفرض مجلس الأمن عقوبات على الميليشيا والمتورطين في اختطاف الموظفين والعاملين في الحقلين الإنساني والسلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية؟ الحال مسألة يعني الاختطافات التي حصلت هي مدانة من القانون الدولي الإنساني، لأن القانون الدولي الإنساني يحصي حصانة للمستشفيين العاملين في المنظمات الدولية، وبالتالي ما قامت به ميليشيا الحوثي هو فرق واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني. أيضا مسألة الأملا يعني منظمة هيومن رايتس واتش أعلنت في بيان لها أن 50 موظفا وكذلك ايضا عامل في منظمات دوليه محليه في مناطق سيطرة الحوثي تم اعتقالهم خلال الفتره الماضيه. يعني الاحاطه المبعوثه الاممي، نحن ننتظر الان الاحاطه المبعوثه الاممي والتي سوف تكون في الايام القادمه، وهي يعني لها اهميه كبيره في تحريك مجلس الامن في ادانه هذه الجرائم التي تحدث. مجلس حقوق الإنسان أنطونيو غوتريش قد أعلن في بيانه إدانة واضحة لجريمة اختطاف الموظفين الدوليين. أيضا نحن نشجع أيضا أهالي الضحايا، نحن حينما نأتي نرفض مثل هذه الجرائم والوقائع نواجه بعض الصعوبات في مسألة يعني في إعطاء إنذارات من أهالي الضحايا بسبب أنهم ما زالوا متواجدين في مناطق سيطرة الحوثيين، ويقوموا بالضغط عليهم في عدم القيام بأي إفادات أو شهادات تقول تفيدنا في نقل رسالتنا إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المنظمات الدولية.
أيضا مسألة البيانات التي قيلت وأعلنت في الأيام التي فاتت هي مهمة جدا، ولكن يجب أن تكون بحاجة إلى تحرك، بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لخنق الميليشيا الحوثي للإفراج عن المذاق الدولي. حينما يتكلم البعض ويقول نحن ندعو إلى محاكمة عادلة وإن الإجراءات التي تمت إجراءات غير قانونية، مأساة الميليشيا الحوثي هي منقلبة على مؤسسات الدولة، هي ميليشيا انقلابية، وبالتالي كل المؤسسات التي تخضع لسيطرتها هي غير رسمية وغير دستورية وغير قانونية، بالتالي كيف يمكن نطالب الميليشيا أن تخضع هؤلاء الموظفين الأبرياء لمحاكمات عادلة وهم أساسا في الأساس لم يرتكبوا أي جرائم، وكل التهم التي يعني ألحقت أو نتهم بها هي يعني تهم باطلة مقولبة، يعني سمجة عادة ما نسمعها من قبل ميليشيا الحوثي، وقد فعلا في الأيام المقبلة يخضع لتحقيقات يعني سرية وقد يؤدي إلى المحاكمة، وبالتالي قد تحكم عليهم أحكام إعدام. كل هذه الإجراءات التي تستخدم في الأساس هي غير شرعية وغير دستورية وغير قانونية، وبالتالي نحن ندعو لإطلاق سراح هؤلاء الموظفين بلا شرط أو قيد، ولا أيضا حتى يتم مبادرتهم بأي صفقات تبادل قادمة في الأيام القادمة، وبالتالي هم أبرياء. لكن مسألة الإدانة لازم أن نتبعها تحركات دبلوماسية، تحركات من مجلس الأمن، وأكثر تحرك ينبغي أن يقوم به مجلس الأمن هو تطمير ميليشيا الحوثي إلى منظمة إرهابية ورفع مستوى التطبيق في حتى يتم ملاحقته دوليا، وأيضا التضييق عليه وخنقه اقتصاديا وخنق الموارد التي يعني تهرب إليه. مسألة أيضا تحركات الحكومة الشرعية هي مسألة مهمة جدا، اليوم نحن يعني الحكومة يعني لديها تحركات ومساعي جيدة في الإطار الدبلوماسي على مستوى الخارجية اليمنية، على مستوى رئاسة الوزراء، على مستوى حتى المجلس الرئاسي، وبالتالي ينبغي في كل لقاءات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء والبعثة الدبلوماسية أن يتم طرح مسألة إدانة الحوثيين وأيضا رفع تصنيف جماعة الحوثيين إلى منظمة إرهابية، أيضا التضييق عليهم اقتصاديا، القيام بمزيد من التحركات الاقتصادية والإجراءات من قبل البنك المركزي، وأيضا عودة. لكن ألا تعتقدين أستاذة هدى أن عدم معاقبة هذه الميليشيا ولو حتى باتخاذ يعني عقوبات أو أي قرار أو حتى يعني كما قلت فرض عقوبات مالية أو غيره، كل هذا يجعل الحوثي يتمادى أكثر وأكثر؟ بالتأكيد، يعني ما الذي جعل الحوثيين يقوم بهذه الحملة المشعورة للاقتطافات؟ هو الإجراءات التي قامت بها الحكومة الشرعية مؤخرا، وبالتالي القيام بمزيد من الإجراءات هي سوف تقوم بخنق جماعة الحوثيين، وبالتالي أيضا التسليم، يعني مسألة فتح الحصار نسبيا على مدينة تعز هي يعني جاءت من خلال مساعي محلية وأيضا دولية، وأيضا هذه الإجراءات هي هو من يعني جعل الحوثيين أن يفتحوا الطريق في تعز. مسألة أيضا التضييق عليهم أكثر اقتصاديا وماليا وعسكريا وسياسيا والتحركات الدبلوماسية والتحركات من خلال المجلس الرئاسي سوف يقومون بالتضييق على جماعة الحوثيين، وبالتالي سوف يدعموا هذه المساعي من خلال أنه مجلس الأمن يصدر يعني تصنيف أكبر للميليشيا الحوثي. أيضا مسألة دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى أيضا إدانة هذه الجرائم وأيضا إصدار إجراءات، لكن الإدانة لا تكفي بحق الحوثيين، لأنه مهما يعني نشرت من إدانات أو مهما قاموا من إدانات من المجتمع الدولي أو منظمات الأمم المتحدة لا تكفي بحق الحوثيين، لأنه يتمادى، ولكن الإجراءات هي فعلا الإجراءات التي تحدث على الأرض هي من تجعل الحوثيين يتراجعوا، وأيضا سوف يقومون بالإفراج على الموظفين الدوليين لأنهم فعليا أبرياء، ولا يجب أن يحالوا إلى التحقيق، ولا يجب أن يخضعوا لمحاكمة، لأنه لو خضعوا لمحاكمة سوف يقومون بإصدار أحكام إعدام عليهم، خاصة أنه اللقاءات التي أو المقاطع المصورة التي يعني شاهدناها في الأيام الأخيرة كانت يعني تنم على أنه الموظفين فعلا تعرضوا للتعذيب، تعرضوا للضغط، تعرضوا للتهديد، وقد يتم تعريض أيضا أهاليهم وأسرهم للتهديد، خاصة أنه جميع كل أسرهم
في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي مسألة المحاكمات والتحقيق والدعوة إلى التحقيق هم في الأساس يعني محاكم غير دستورية وصادرة من ميليشيات منقلبة على الدولة. فكيف نحن نطالب كمجتمع مدني أو كحقوقيين بإحالة الموظفين إلى التحقيق أو إخضاعهم لمحاكمات عادلة وهم في الأساس محاكم غير دستورية ومحاكم كل الضحايا فيها يتم وصمهم بالإرهاب ووصمهم بالتخابر مع العدوان وإلحاق تهم يعني كيدية بهم لأنهم معارضين أو لأنهم يعني أبرياء فقط لأنهم ضحايا ابتزاز للشرعية وابتزاز كذلك أيضا للتحالف، وبالتالي المطالبة الصريحة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط هو لازم يكون هذا المطالبة صريحة جدا مننا كمجتمع مدني كمدافعين عن حقوق الإنسان كمحامين. ايضا الحكومه الشرعيه عليها القيام بواجبها، المجتمع الدولي، مجلس الامن، كل الدول التي ايضا ترعى عمليه السلام في اليمن عليها الضغط على جماعه الحوثيين بان لا خريطه سلام ولا توصل الى سلام الا بعد الافراج عن هؤلاء الموظفين نعم. الابرياء. اذا برايك انت دكتور محمد، لماذا لا يساعد المجتمع الدولي في مطالبه وفي عقوباته ولديه اوراقه كما طرحت اكثر من نقطه الاستاذه هدى؟ هو صحيح حقيقة، بس احتفظي لي بهذه النقطة. أنا أريد أن يعني أعود لي 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 يعني لسبب رئيسي أيضا لهذه الحملة. طبعا الحوثي استغل أحداث غزة، وبالتالي الأحداث الطاغية ألهت العالم عن متابعة ما يجري في اليمن، فاستغل هذا الوضع في العودة وكثير من المراقبين فعلا يعني بإحصائيات معلومة أن هناك يعني إشارات قوية أنه بدأ الحوثي فعلا يعود للحملات والاعتقالات والتضييق على المعارضين من بعد أحداث غزة حتى اليوم. هذه نقطة. طبعا هذا يستهدف أمر آخر وهو مهم جدا، نحن لو نتحدث عنه تقريبا وأيضا الأخوة الزملاء لم يشيروا إليه، هو موضوع أن 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 هذا الاستهداف يمس الطبقة الوسطى في المجتمع وبالتحديد في صنعاء، لأن هذه الطبقة هي فعلا هي الطبقة التي يعني حقيقة هي التي قلبت الأوضاع رأسا على عقب، خاصة إذا عدنا للقريب جدا في 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 ثورة 11 من فبراير. فهذه الطبقة فعلا طبقة مستهدفة للحوثي، وهو الفترة التي يعني تمر بها الحوثي بالزخم الذي ربما أعطاه نوع من الزخم الشعبي، وأيضا يعني لفت الناس يعني ينظرون إلى ما يحدث في العالم بعيدين عن ما يحدث في اليمن. فهم استغلوا هذا الوضع وبدأوا فعلا ومنتبهين أن هذه الطبقة يجب أن تضرب، ويجب أن تضرب كل منظمة المجتمع المدني. هذه نقطة. نحن يعني في سياق الحديث تحدثت سابقا عن موضوع القانون الدولي. القانون الدولي طبعا يدينهم كقانون دولي، لكن المعول عليه أن هذه الإدانة لا يعني تتعدى الإدانة النظرية إلى إجراءات، كما طرحتم فعلا يجب أن يكون هناك إجراءات يتبناها مجلس الأمن، لأنه هو الأداة القانونية الآمرة التي تستطيع الأمم المتحدة عن طريقه فرض عقوبات وتقييد حركة أشخاص وحركة أموال، وأيضا تفعيل ما يسمى يعني بدعوة ضم هؤلاء الناس واعتبارهم فعلا جماعة إرهابية. وهذا بحد ذاته فعلا سيقيد الحوثي وسيشكل ضغط كبير على الحوثي، وسيرضخ في النهاية الحوثي. الحوثي اليوم رضخ طبعا لكثير من يعني لم تذهب هدرا طبعا تحرك الحكومة الشرعية وما والجانب الإيجابي الذي بدأت به الحكومة الشرعية حقيقة جعلت الحوثي يرضخ لكثير من المسائل، وكما أشير إليه مثلا فتح الطرقات التي حصلت في الفترة الأخيرة لم تكن عبارة عن هبة من الحوثي على الإطلاق، إنما هي ضغوط حقيقية ويريد أن يشكل متنفس آخر، فبدأ في موضوع السماح من جانب واحد، بينما هذه الطلبات هي طلبات قديمة جدا للحكومة الشرعية، مع والطريق بالنسبة للحكومة الشرعية مفتوحة من قبلها، وكان العائق الوحيد هو الحوثي من يرفض فتح الطرقات. اليوم بعد هذه الضغوط
المتواضعة طبعا من الحكومة الشرعية، فعلا هناك تنازلات سيقدمها الحوثي، فما بالك إذا تطور الأمر إلى في ضغوط دولية حقيقية على هذه الجماعة. نعم نعم. إذن أعود إليك أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، يعني ما هي مخاوفكم مما قد يتخذه أو تتخذه ميليشيا الحوثي من جرائم ضد المختطفين، وكيف يمكن الوقوف ضدها؟ طبعا هذه الميليشيات هي ستستمر في عملية الانتهاكات ضد المختطفين كما هي عادتها منذ 10 سنوات، في عملية التعذيب وأيضا ممارسة التهديد المتواصل وأيضا التضييق على أقاربهم وعلى أسرهم. هذه هي ممارسات وسلوك متواصل من قبل هذه الميليشيا الحوثي، يعني هي اعتادت عليه طوال هذه الفترة. طبعا كما قلت وأكرر يعني هذا الموضوع بأنه يعني عملية الانتهاكات والقمع المتواصل هو يعني لم يأتي فقط نتيجة الضغط الدولي أو القرارات الأخيرة الجريئة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة والمجلس الرئاسي والبنك المركزي، إنما الخطر الأكبر الذي تواجهه ميليشيا الحوثي هو الضغط الشعبي والسخط الشعبي والمقاومة المجتمعية. اليوم نجد هذه الميليشيات يعني خلال الفترات الماضية شاهدنا الشهيد المكحل كيف واجه الحوثيين وتحداهم في مناطق سيطرتهم، أيضا ما حدث في رداع عندما قام الزيلعي وابناء الزيلعي من مواجهة للحوثي وأبناء رداع عندما واجهوا الحوثي بشكل قوي، أيضا السناوي الذي قتل أكثر من 20 عنصر من عناصر الحوثي. اليوم هناك أصوات مرتفعة في مناطق الحوثي، اليوم ربما حاجز الخوف بدأ يتلاشى، الناس يواجهون الحوثي بشكل مباشر، لذلك تلجأ ميليشيا الحوثي إلى يعني إحداث إثارة ويعني حالة من القمع، حالة من إرهاب المجتمع، لأنها تواجه خطرا حقيقيا من المجتمع من الشعب، الناس الذين يعني طوال 10 سنوات وهم بدون مرتبات وهم يعانون الانتهاكات، الذين وصلوا إلى حافة الفقر بينما يشاهدون أمام عيونهم ميليشيا الحوثي وهي تشيد القصور وهي تبني الشركات وهي تعيش في بحبوحة من العيش يعني في القصور ويمتلكون السيارات الفارهة، بينما من كانوا يعيشون في ستر وفي حالة متوسطة اليوم وصلوا إلى يعني إلى حالة من الفقر والعوز بسبب انقطاع المرتبات. لم يعني حالة وصل الشعب اليمني إلى درجة كبيرة من الفقر، ولذلك هناك غليان شعبي يعني ينتظر الانقضاض على هذه الميليشيا وهي تدرك نعم. ذلك جيدا، ولولا نعم. التدخل الخارجي ولولا المنظمات الدولية ولولا المجتمع الدولي في محاولة التخفيف على ميليشيا الحوثي لانتهت منذ أوقات سابقة. لكن نحن نؤكد على وسائل الإعلام على نعم. النخب على المجتمع بشكل عام أن يركز على هذه النقطة، لأن عند هذه النقطة نعم. أستاذ فهمي، يعني دعني أنقلها للأستاذة هدى، ما رأيك، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الناشطون الحقوقيون الإعلاميون خارج اليمن من لديهم القدرة على الحديث بشكل أكبر دون أي ضغوط إذا ما يحدث للناس في مناطق سيطرة الميليشيا؟ طبعا يعني كل على اعتقد مسؤوليه نقل الوضع الذي يحدث في مناطق الحوثيين وتم الانتهاكات والجرائم والخروقات للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والتشريعات اليمنيه. اليوم الحوثي يعمل بكل ما اوتي من قبل اسكات الاصوات المعارضه لاسكات المجتمع المدني لخفض هذه الاصوات الان لا في حال في مناطق الحوثيين لا يوجد اي عمل مدني، لا يوجد اي عمل للمجتمع المدني ولا منظمات المجتمع المدني كانت محليه وحاليا حتى الان
دوليه ارسال رسائل للفئات المجتمع بانه اي صوت سوف يعلو على الكثير سيتم طمعه وسيتم اعتقاله واختطافه والتنكيل به اما عبر القتل او المحاكمات او الاختطاف او الاخفاء القسري. المسؤولين التي على عاتق الحقوقيين كانوا في الداخل او الخارج ونقل هذه الصوره ببشاعتها. مهمة ايضا المجتمع المدني والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الانسان مهمة كبيرة جدا، يعني اليوم هم الركيزة الاولى في نقل الصورة وفي نقل يعني بشاعة الحرب وبشاعة الحوثيين فيما يرتكبون من وانتهاكات. مسألة ايضا خليني بس اوضح نقطة بس مهمة جدا، انه إحاطة المبعوث الأممي هي مهمة جدا في الوقت الحالي، إنها هي من ستحرك مجلة الأمن لتصنيف الحوثيين وأيضا إلزامه بالكف عن ارتكاب هذه الجرائم وأيضا تصنيف الميليشيا إلى منظمة إرهابية. الحوثيين اليوم يقومون بابتزاز المجتمع الدولي وكل الأطراف للخروج بمكتسبات، كنا نعلم أن هناك سوف يتم توقيع خارطة سلام، والآن ما يحدث هو حسب ما يتصوره الحوثيين انهم يرتدوا امريكا انها سمحت للحكومه الشرعيه وسمحت للتحالف بالقيام بهذه الاجراءات، امريكا هي من كانت تمنع طرف التحالف والشرعيه بالقيام بالاجراءات، لانه احنا كنا نعلم ان الحكومه كانت قادره على اتخاذ مثل هذه الاجراءات، قادره ايضا على نعم اذا التحالف تحريك الجبهات، لكن للاسف انتهى الوقت مع الاسف اجراءات معينه يعني قيام نعم استاذه هدى الاجراء نعم انتهى الوقت للاسف. شكرا جزيلا لك هدى الصراري المحاميه ورئيس مؤسسه الدفاع الحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك ايضا استاذ فهمي زبيري مدير عام حقوق الانسان بامانه العاصمه، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه. الشكر الجزيل لك دكتور محمد الشرجبي المحامي والباحث في حقوق الإنسان، كنت معنا في الأستوديو في المساء اليمني، وهي كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، من أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.